الشهيد مات على الفطار، كنا بنشوف الاختيار، هو مات وما شافش حاجة، يمكن كمان ما كلش حاجة، ما كانش عنده وقت كافي للجدال، عاش الدقايق في احتمال تبقى دي دقيقته الأخيرة، ما كانش عنده أي مانع للدفاع حتى لو خلصوا الذخيرة، ساب ولاده وأمه وأخواته ومراته في وسط شعب وراح يدافع عن وطن، عبال ما ينزل له أجازة أو حتى ينزل يندفن يلاقينا إحنا عملنا إيه. المفترض وده الأساس هو الغرض من وقفته عند الحدود، إن إحنا نأمن في البيوت لأجل نبني في المصانع، لأجل تخترعوا المدافع، لأجل يتعلم ولاده، لأجل مرة ينول مراده ويشوف بلاده في مقدمة الصفوف. مستحيل يفرح عشان كل واحد فينا ماسك في غيره ويقول خروف وانت خاين وانت خاينة وكله بيخون في كله. يعني لما يموت لوحده يبقى ايه لابنه وفاضله؟ شعب بيخون في بعضه، شعب بيحارب سراب، هو فعلا مات فداكم، وان شاء الله ما يبقى امله خاب، بنته واخته وخطيبته ومراته وصاحبه وابوه في انهيار، واحنا عايشين الحكاية في التليفونات وفي كل دار، مين شريف؟ مين حمار؟ الحكاية باختصار فلتعملوا، لأجل يطلع النهار، لأجل تبقى الشمس واضحة، لأجل ترجع سينا صبحة منورة، راح تستمر الدهورة لو عشنا بس في منظرة، والدعاء للبطولة، البطولة في موقعك من الحياة، سيدي الأستاذ فلان، والسيدة الدكتورة فلانة، والسيد السباك كمان، كل يعمل في خانة ابن البلد، لأجل يفرح الشهيد، لأجلكم مات الولد، لموا الصفوف اتوحدوا، اتمردوا على عندكم، آسف إني أقول بصدق إن اللي حاصل حاصل نتيجة جهلي وكمان جهلكم. رحم الله شهداء الوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.